حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقه جديده واسبوع جديد من برنامج ملاعب الناشئه. لا زلنا مستمرين في تغطيه الاحداث الرياضيه التي تقام على مستوى الفئات السنيه في كافه ملاعب انديه اماره الشارقه، لكن ما يميز هذه الحلقه ستكون باجواء رمضانيه، خاصه ان المباريات والمنافسات والانشطه الرياضيه تقام بعد صلاه التراويح. انتظرونا وتابعوا باقي فقرات هذه الحلقه. ضمن خطط إعداد المنتخبات السنية لكرة القدم في دولة الإمارات، منتخب الشباب يستهل مشواره في بطولة دبي الدولية وذلك بمواجهة المنتخب المكسيكي. نتابع معكم هذه المواجهة. كرة القدم الإماراتية تقدم لنا المردود الجيد في الآونة الأخيرة، وهو ما نتمناه أن يستمر ويتطور في قادم الأيام، خاصة للمراحل العمرية المختلفة والتي نعول عليها كثيرا من أجل أن تنجح في إيصالنا للمحطات العالمية، ولا سيما أن كرة القدم الإماراتية تمتلك قاعدة مثالية وسليمة من الفئات العمرية. يقوم على إعدادها نخبة من المدربين المواطنين والأجانب وبتعاون كبير من أندية الدولة، كما أن قطاع المراحل السنية في عالم الساحة المستديرة تحديدا يحظى باهتمام واسع ودعم لا محدود من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الإماراتي لكرة القدم والمجالس الرياضية المحلية. في هذا الأسبوع اتجهنا لمتابعة بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 20 عاماً، والتي تقام بمشاركة 4 منتخبات قوية هي الإمارات والسعودية وهولندا والمكسيك. وتأتي هذه البطولة بهدف زيادة الاحتكاك بالمنتخبات العملاقة والقريبة منا، والوقوف على جاهزية منتخبنا للشباب الذي تعلق عليه الكثير من الآمال في الفترة القادمة. وتكونت قائمة منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً من 28 لاعباً تحت قيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري، وكانت القائمة تمتلك أفضل وأهم الأسماء اللامعة، حيث ضمت 6 لاعبين من الوحدة و5 لاعبين من العينة و4 من بنياس و3 من الشارقة وشباب الأهلي والوصل و2 من النصر ولاعباً واحداً من الإمارات وآخر من فرفكان. وفي أولى المواجهات استطاع أبيض الشباب تحقيق الانتصار على حساب المكسيك بهدفين لهدف عبر حازم محمد من ركلة جزاء وعيد محمد، وهما من يتوقع لهم مستقبل كبير في سماء كرتنا المحلية. وفي المواجهة الثانية خسر منتخبنا أمام نظيره الهولندي.
في هذه البطولة تأتي في إطار تجهيزات المنتخب نحو الاستحقاقات المهمة والتي ننتظرها بفارق الصبر، وكلنا أمل بمنتخب واعد في قادم السنوات. اللعيبه ما قصروا في المباراه، يعطيهم العافيه. اول شيء هذا فضل تمارين، طبعا اشتغلنا بشكل جيد جدا في اخر اسبوعين، وهذا رد يعني شيء ايجابي طلع في الملعب الناس ما شفته. والحمد لله القادم افضل، بعد اول مباراه ان شاء الله عندنا مبارتين قادمتين ان شاء الله نقدم الافضل، بعده في مجال نتطور ان شاء الله، وإن شاء الله المبارتين القادمتين إن شاء الله نقدم مستوى أفضل بإذن الله. أكيد نحن اليوم راضين عن الفريق بهذا المستوى، وإن شاء الله يكون عندهم أفضل من هالمستوى في المباراة الجاية إن شاء الله. طبعاً نحن ما ننكر دور المدربين الموجودين، الجهاز الفني والطبي والموجودين معانا، هم كان لهم دور الكبير في خلال فترة الإعداد، وبين اليوم في المباراة اليوم إن شاء الله يعني نتمنى حتى المباراة الجاية تكون أفضل وأفضل. يعني نحن يعني نحن جاهزين حق هالبطولة، قاعدين نجهز لها من قبل أسبوعين، وندخل أي مباراة كانها مباراة نهائي، وقاعدين نجهز حق كل مباراة عشان يعني نجهز لها للفوز. الحمد لله يعني مباراة ورا مباراة إن شاء الله، يعني إن شاء الله راح نأدي أداء جيد إن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله. ضمن خطط مجلس الشارقة الرياضي في استقطاب العديد من الفرق العربية والخليجية، وذلك بهدف المشاركة في بطولة مصغرة مجمعة لفئات الأشبال، لذلك خلونا نشوف إياكم هذا المؤتمر الخاص ببطولة مجلس الشارقة الرياضي للناشئين. تستعد الإمارة الباسمة لاحتضان إحدى أهم البطولات الموسمية والسنوية لكرة القدم، والتي تخدم مبدأ تطوير النشي والوقوف على جاهزيتهم وبناء مستقبل جميل للأجيال القادمة، خاصة لفئات الناشئين التي ترتكز عليها الكثير من المبادئ، ومنها يتمكن المدربون من صقل المهارات وإيجاد مساحات للتطوير والإبداع. بطولة مجلس الشارقة الرياضية الدولية الكروية للناشئين من مواليد 2009-2010 تبرز لنا هذا العام بمشاركة 8 فرق، وهي الشارقة وخرفكان واتحاد كلباء والبطائح ودبل الحصن والعرب الكويتي، بالإضافة إلى أكاديمية أرض الأبطال ونادي الفتح السعوديين. وعبر المؤتمر الصحفي الخاص الذي أقيم في الشارقة برعاية مجلس الشارقة الرياضي، تم الإعلان عن النسخة 5 لهذه البطولة الدولية التي تعد إحدى أهم المشاريع الرياضية الدولية في الخليج بشكل عام والإمارات على وجه الخصوص، حيث تتيح المجال نحو اكتشاف المواهب الصاعدة والتعرف على الأساليب الكروية الجديدة في المنطقة العربية. وخلال هذا المؤتمر أكدت اللجنة الفنية للبطولة على شرح لوائح البطولة، والجديد في نسخة الموسم الحالي أن ركلات الترجيح ستكون حاضرة عقب نهاية كل مباراة بغض النظر عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة، والفريق الفائز في ركلات الترجيح يحصل على نقطة.
إذن مساحة رياضية جديدة يتيحها مجلس الشارقة الرياضي من أجل التركيز على المواهب الناشئة، وهما سيصل بناء إلى بناء جيل متكامل ويمتلك أدوات رياضية وثقافية سليمة تصل به نحو أبواب الاحتراف بكل مثالية. أولا أحب أشكر حكومة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي على تنظيم هذه الدورة الدولية، وهي في حقيقة الأمر من الناحية الفنية جزء كبير من التطوير، وهذا اللي يحتاجه اللاعب ربما من الصغر عشان يعتاد على أشياء كثيرة اللي ممكن تخدم المنتخبات خصوصا في المستقبل. بالمعايير المهمة هو المواليد 2009-2010، بس هذا هو المعيار الحقيقي بس الأساسي، وبعدها كان لازم المعيار أنك تجاوب على الطلب بتاع اللجنة المنظمة. لا، هو حسب اللائحة بالنسبة للاعب إذا خرج من المباراة ما يرجع، ولكن ربما الإخوان، لأن في بعض الفرق ربما اللي جابت بس 17 لاعب، ففي هذه الحالة هذه ربما اللجنة اليوم في 24 ساعة قبل الانطلاق حنشوف نسوي اجتماع عشان نشوف الموضوع هذا. بالنسبة للفرق 8 فرق اللي مشاركة معنا، والشيء الجميل في الموضوع هذا هو أنه في 5 أيام تقريبا اللي حيكون معني بالأمر أكثر من 160 لاعب حتشارك في هذه الدورة الدولية هذه. أول شيء هذه المشاركة الثالثة لنا على التوالي، وإحنا كنادي العربي نطمح أن نشارك كل بطولة وننافس عليها والحصول على مراكز الأولى، كنا احنا من الافرقه الكبيره في الكويت اللي متعوده على المنصات، والاخطاء اللي حابين نعدلها اكيد من السنين اللي طافت انه ممكن احنا نقول ما حصلنا على البطوله، لكن هذه المره ان شاء الله ناويين على البطوله والمنافسه، وعندنا فريق قادر ان شاء الله للحصول على هذه البطوله. احنا سعداء جدا بتواجدنا في البطوله دي، طبعا بطوله فيها احتكاك داخلي واحتكاك خارجي، يعني في فرق من دول عربيه، من الكويت، من المملكه العربيه السعوديه، زائد فرق من اماره الشارقه واتحاد كلبه وخرفكان ودبل حصن وفجير وعفوا والبطايح. طبعا المنافسه ممتازه ومنافسه شريفه، ولان الاولاد الدوري انتهى ففرصه ان احنا نواصل التدريبات واحتكاك قوي ليهم، وان شاء الله نأدي اداء مشرف ونستفيد بالاحتكاك مع فرق من الدولة ومن خارج الدولة. المباراة النهائية لمسابقة كرة السلة وبالتحديد لفئتي الشباب والناشئات تقام في المدرسة البريطانية في دبي. خلونا نشوف وياكم هذه المنافسات. ما تزال لعبة كرة السلة في أوج عطائها على مستوى ألعاب السيدات والشابات والناشئات، وفي هذا الأسبوع اتجهنا إلى المدرسة البريطانية في دانة الدنيا دبي لنتابع نهائي البطولة المفتوحة للشابات والناشئات لكرة السلة بين نادي الشارقة الرياضي للمرأة وفريق المدرسة البريطانية بدبي. توجيهات متتالية من الجهازين الفني وتعليمات متواصلة للدفاع عن السلة والتركيز في اللقاء من أجل حصد البطولة التي وصلت إلى آخر محطاتها.
حضور جماهيري نسائي زاد من جمال اللعبة وتشجيع مستمر من كل الحضور. وفي أوج دقائق المباراة بدأت تتبادل الشابات تهديد سلة الفريق الآخر، ولكن في النهاية مالت الكفة لصالح أصحاب الأرض حيث توجت لاعبات المدرسة البريطانية باللقب على حساب نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وبتفوق ملموس وتنافس عالي ظل حاضرا حتى الثواني الأخيرة من عمر اللقاء. تدريبات الفرق الرياضية في أندية إمارة الشارقة مستمرة، ولكن تواجدنا في هذا اليوم في نادي الذيد الثقافي الرياضي لتغطية تدريبات كرة اليد والتي تقام في الفترة المسائية، نتابعها. في المدينة الساحرة والتي تقع بالمنطقة الوسطى، نادي الذيد الثقافي الرياضي وخلال الشهر الفضيل يواصل تجهيز أبنائه في كل الألعاب والرياضات من أجل الوقوف على أهم الأخطاء ومراجعة ما تم تحقيقه خلال الموسم الحالي. ويستمر فريق الذيد لكرة اليد للناشئين في مواصلة التمارين والإحماءات خلال شهر رمضان المبارك بحضور الجهاز الفني والإداري الذي لا يتوقف عن دعم اللاعبين وتوفير كل احتياجاتهم وتجهيز الملاعب والبنية التحتية السليمة، بالإضافة إلى تقديم دور ثقافي واجتماعي مهم وهو مكمل للعمل الرياضي في أي ناد من أندية إمارة الشارقة. التدريبات تعتبر مهمة خاصة في هذه الفترة لأن بعض اللاعبين قد يتكاسلون عن الرياضة بعد موعد الإفطار، ومنهم من قد يتراخى في مواصلة جاهزيته وتقويم أسلوب حياته ونومه، وخاصة وأن العديد من اللاعبين قد ينسون أهم القواعد الصحية والأساليب الحياتية السليمة خلال الشهر الحالي. مستمرين في شهر رمضان، طبعا تم تأخير موعد التدريبات بعد صلاة التراويح بصفة تقريبا شبه يومية. طبعا عندنا مباريات للاتحاد، كأس الاتحاد لم ينتهي حتى الآن، عندنا مباريات بالنسبة لفريق الصغار وفريق الأجبال إن شاء الله، وبعد كده مباريات مجلس الشرق الرياضي. وانا بقول زي ما قلت لك عندنا مسابقه كاس الاتحاد بالنسبه لفريق ال14 وال16 اللي هو الصغار والاجبال، ينتهي منهم بعد كده مباريات مجلس الشرق الرياضي لجميع الفئات عندنا. طبعا احنا عندنا اربع فئات في براعم باء براعم الف صغار اجبال، والله الاستعدادات على قدم وساق يوميا بصفه يوميه بنحاول. طبعا انت عارف رمضان بيبقى فيه خمول او بعد الخمول او الكسل، بس احنا بنحاول نعوض ده بالتدريب يوميا بحيث نحافظ على معدلات اللياقة للأولاد ومعدلات المستوى الفني والبدني اللي هم وصلوه إن شاء الله، نرتفع أكتر من كده إن شاء الله، مستوى يعلى كمان وكمان يعني. والله هو التدريب النهاردة يعني تدريب بسيط، يعني هو تدريب على الدفاع وهجوم في نفس الوقت واختراق، وفي نفس الوقت يعني بيبقى حاولنا نطول مدة التدريب شوية عشان يبقى فيه تحمل عند الأولاد.
في شهر رمضان المبارك ومع اختلاف مواعيد النوم والأكل خاصة للمراحل السنية التي تقضي الإجازة المدرسية في البيوت، لا تتوقف الأندية عن عملها في الصالات الرياضية والملاعب الخارجية، ويقوم الكثير من المدربين في مواصلة تجهيز اللاعبين من مختلف المراحل السنية، ويتمثل دورهم في تقديم النصائح والعمل على تقويم أساليب الحياة الصحية من أجل استكمال بناء الجسد والعقل. فالعديد من اللاعبين يسهرون حتى وقت متأخر أو يتناولون وجبات دسمة بعد الإفطار أو أثناء السحور، وهما يسبب الكسل للجسد. وبحسب المصادر الطبية وعبر برنامج ملاعب الناشئة، ننصح بالابتعاد عن هذه الأساليب المضرة والتركيز على تناول الوجبات بشكل صحي وسليم ومتقطع، مع الإكثار من شرب المياه بعد الإفطار للمحافظة على ترطيب الجسد. التركيز في التدريبات للمحافظة على اللياقة البدنية وعدم التعرض لزيادة الوزن التي تؤثر على الأبناء، والاستماع لنصائح المدربين، والنوم المبكر، والابتعاد عن السهر. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام لنهاية حلقة هذا الأسبوع، انتظرونا في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وأخبار جديدة ومنافسات جديدة. في أمان الله.